وفي التعليم، وتوقيا من فيروس كورونا، أغلقت مدرسة تونس الدولية أبوابها منذ بداية الأسبوع، لأن تأمين الدروس للتلاميذ يتواصل من خلال تجربة التدريس عن بعد، تجربة لقيت استحسان الأساتذة والأولياء والتلاميذ. خليل، هاي خليل، كيف تعمل؟ دونك صحيت دونك موافقين الناس كلها؟ باي. بهذا الأسلوب التفاعلي وعبر برمجية برونوت ومنصة ويبينار، يؤمن مهدي بوليفة أستاذ الرياضيات حصة الدرس لتلاميذه عن بعد، وذلك بعد أن أغلقت مدرسة تونس الدولية أبوابها توقيا من فيروس كورونا. في البرونوت نبعث لهم الليان ونقول لهم راهو من السبعة للثمانية مثلا، عندنا حصة من السبعة للثمانية تعليل، فوالا الكلهم يدخلوا، وانا في الويبينار يجيني الليسته بتاع التلامذة الكل اللي يدخلوا، ونجم نعمل حتى بعد، نجم نعمل حتى ابل بالبرونوت، معناها نقول شكون حاضر شكون مش حاضر، انا نبعث لهم ديكسيت يخدموهم، وبعد نقوم بتصليح اون ديريكت، معناها كل واحد في داره، اي معناها نجم يهز يده ويهز يده ونعطيه، نحلوا الميكرو يكلمني يقول لي راه مسيور انا ما فهمتهاش، دونك نكلف تلميذ اخر باش يجاوبوا، كان نقول شكون يحب يجاوب وشكون يحب يفسر له، دونك عملية تفاعلية كان في القسم بالضبط، دونك يهز واحد صبعه يقول انا نحب نجاوبه، نحل الميكرو يجاوبوا يكلموا بعضهم، بعد ما يتفاهموا سي بعد نجم نسكر الميكرو بتاع واحد ونكملوا التمرين اللي بعده. قرار التدريس عن بعد انطلق منذ الاثنين الفارط، وتباينت الأساليب المعتمدة لتأمين الدروس من أستاذ إلى آخر. مانيش في تواصل مباشر، دونك في تواصل غير مباشر اترافيغ المنصة الرقمية كانفاس. في أوقات العمل متاعي نحاول باش نحط الدرس كأني معناتها قاعدة نقوم به في الحالة العادية متاعي. بالنسبة لهما أعمالهم وقتاش يرجعوها لي، هما أتو مامون ينجموا يرجعوا لي، وأنا أتو مامون نجم نشوف الأعمال متاعهم. عنا فضاء للنقاش، عنا زادة بوات يبعثوا لي فيها هما الخدمة والأسئلة متاعهم. تجربة التدريس عن بعد لقيت استحسان بعض الأولياء الذين ساهموا في معاضدة مجهودات الإطار التربوي بالمدرسة لإنجاحها. الصغار يقعدوا متفائلين ما يشوفوش ما يحسوش اللي احنا في حالة يعني كارثية ولا معناتها أزمة كبيرة ياسر. حسيت روحي نسيت اللي تفهم حكاية كورونا فيروس، خاطرني لقيت روحي أوكيبي بحاجة أخرى وعاتي وقتي معناتها كامل الأولادي. تجربة حلوة ياسر، خاطر في الجروب في فيسبوك لي بارون ولاو يسألوا بعضهم، يتعاونوا يعطيوا في الحلول، يلقاو في حلول للأولياء اللي مش تيكونكتي ياسر ولا عندهم تي مشكلة اتصال قبل. تدريس عن بعد وإن يستحسن الأساتذة والأولياء والتلاميذ، إلا أنه يطرح إشكالا في مستوى التقييم. أي في مستوى الامتحانات نجمش نعطيه نوت، فهمت؟ معناها نجم نعطيهم كل 20 على 20، وتلقى مثلا ما عرفش انا ابوه يخدم له ولا استاذ يخدم له ولا واحد، دونك هذه المشكله. هو اللي فات اللي يخدم وديجا حاجه باهيه، وبعد النوت هذيك حاجه اخرى، يعني بالنسبه لي انا النوت اخر حاجه. تأمين الدروس عن بعد انطلق بمدرسة تونس الدولية، وهي تجربة يأمل العديد من الأولياء أن تعمم بمختلف المؤسسات التربوية.